يا أصدقاء. فترة الصباح اليوم كانت رائعة. لعبت أنا وشمس لعبة الحواجز، ثم على الأرجوحة، ثم لعبنا على القارب وكأننا نبحر، حتى أننا ساعدنا أمل في ترتيب المكتبة. بعد كل هذا النشاط حان وقت القيلولة. دائماً عند الظهيرة أحب أن آخذ قيلولة. كم أحب القيلولة. ماذا؟ من؟ مرحبا نعمان، أنا قرقور، أهم موسيقي في حي سمسم، وأنا متحمس جدا. أنا أتدرب على عزف الناي لأشارك في عرض موسيقي مهم جدا جدا جدا. أريد أن تعطيني رأيك. اسمع اسمع، هذا لحن بطيء وجميل. ما رأيك؟ هذا لحن رائع يا قرقور. وهذا اللحن لحن سريع ورائع. اسمع. ماذا حدث؟ إنه بحاجة للتصليح، يجب أن أذهب إلى راشد بالإذن. على فكرة تبدو متعبا، ما رأيك أن تأخذ قيلولة؟ طبعا يا قرقور، سأفعل ذلك. حان وقت الراحة، وأفضل طريقة للراحة هي أخذ قيلولة هادية. أغرى شمس بدر النجوم، هيا نغني فوق الغيوم. نعمان نعمان، انظر، لقد أعطاني راشد جيتارا جديدا، وأنا أتدرب على الغناء والعزف. أتريد أن أريكم أصبحت جيدة؟ قمر شمس بدر نجوم، هيا نغني فوق الغيوم. هذا رائع يا شمس. ألا تريد أن تتدرب معي؟ نتدرب على القيلولة؟ لا لا لا، ليس على القيلولة، بل نتدرب على الغناء والعزف. طبعا، ولكن بعد أن أتدرب على أخذ قيلولة هادئة. طبعا طبعا يا صديقي نعمان، خذ قيلولة جيدة يا صديقي. وأخيرا حان وقت قيلولة هادئة. قرقر. مرحبا نعمان، اسمع، أظن أن عزفي على الدف أفضل من عزفي على الناي، ما رأيك؟ ماذا؟ اسمع اسمع هذا. أعجبتك؟ عزفك على الدف رائع جدا يا قرقور. لا يمكن أن يكون رائعا إذا كان يدفعك للنوم. اسمع هذا. مرحبا قرقور. أهلا. مرحبا نعمان، هل تدربت على القيلولة بشكل جيد؟ قيلولة؟ هذا ما كنت تحاول فعله؟ لما لم تخبرني؟ كيف أساعدك؟ أتريد وسادة طرية من ريش النعام الأفريقي؟ لا شكرا يا قرقور، كما أنني لا أريدك أن تتوقف عن التدريب على العزف على آلات الموسيقية. وأنت يا شمس يجب أن تكملي تدريبك. أنا أحب التدريب على الغناء والعزف، ولكننا نريد أن نساعدك لتتدرب على القيلولة وترتاح، فالراحة شيء مهم. أظن أن لدي فكرة. جاء وقت النوم والأحلام، صوت هدهدة مع الألحان. جاء وقت النوم والأحلام، أحلى قيلولة يا نعمان. على إيقاع الدف، على نغمة الناي، نعزف لحنا لطيفا من كل الأنغام، وتنام مرتاحا وتنسى الزمان. أحلى قيلولة.
الصوت هدهدة مع الألحان، جاء وقت النوم والأحلام، أحلى قيلولة يا نعمان. هيا أغمض عينيك، هيا واخفف الحال، ترسم حلما جميلا من كل الألوان، وتنام مرتاحا وتنسى الزمان. أحلى قيلولة يا نعمان، قيلولة صغيرة في وسط النهار، تعيد النشاط لنا يا صغار، بعد المرح واللعب في كل مكان. أحلى قيلولة يا نعمان، جاء وقت النوم والأحلام، صوتي يهدهد مع الألحان. أنا بطل خارق، وظيفتي هي مساعدة الناس. أبحث دائماً عمن يريد المساعدة. مساعدة الناس تتطلب جهداً كبيراً، لهذا أحتاج للقيلولة لاسترجاع طاقتي. بعد أخذ قسط من الراحة، أشعر بأني استرجعت طاقتي، أستطيع أن أستكمل مهمتي. تناول حساء الدجاج دائماً يجعلني أشعر بالراحة عندما أكون مريض. بعدها أخذ قيلولة لكي أتحسن. الآن بعد القيلولة ارتاح جسمي وأشعر بالتحسن، لدرجة أنني سأعاود الرسم مع أخي. أحب أن ألعب كرة القدم مع أختي في عطلة نهاية الأسبوع. نشعر بالتعب بعد اللعب لفترة طويلة، لهذا نأخذ قيلولة لنشعر بالراحة. بعد قيلولة صغيرة استرجعنا طاقتنا وبدأنا نلعب من جديد. مرحبا. أهلا أهلا يا أصدقائي، كان ذلك رائعا، يا سلام. والآن ماذا سنفعل؟ أنا أعرف. دن 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 دن. تتسلى معه، حين تحتاج رفيقا تتحدث معه. انظر من حولك مرة والقي تحية
لحيتك العطرة وارسم على وجهك بسمة. يا سلام، ها قد جاء الآن، معه يصبح يومك رائعا حلوا سعيد. سوف تمرح، سوف تلعب، إنه شيء أكيد ليس صعبا أبدا، سوف تلقى أحدا. حينها تجعل يوما ممتعا جدا سعيد ومليئا بالفرح وسرور ومرح. انظر من حولك مرة والق تحيتك العطرة وارسم على وجهك بسمة. يا سلام، ها قد جاء الآن، معه يصبح يومك رائعا حلوا سعيد. سوف تمرح، سوف تلعب، إنه شيء أكيد. بالحركة وهي تجعلكم تشعرون بالاسترخاء. هذه تدعى لوحوا بأيديكم كالغيوم. جربوا ذلك. يتخيل إلما أن يديه تعومان كالغيوم. أي نوع من الحركات أفضل؟ ماذا؟ هل ستأخذ قيلولة؟ كنت سأفعل أنيس. رائع، أتعلم لماذا؟ أرجوك لا تخبرني، أود العودة إلى النوم. جيد، لأن النوم هام جدا بذر. أجل، الجميع يحتاجون للراحة. بدر، ماذا؟ أتعلم لماذا نحتاج إلى الراحة؟ لقد أيقظتني مجددا. نحتاج إليها لنحظى بالطاقة للتفكير واللعب. أعرف أنيس. لا يمكنك أن تحصي دبابيس الورق أو أن تلعب الضامة إن لم تحصل على ما يكفي من النوم. لا سيدي. بدر؟ ماذا أنيس؟ أتعرف ماذا أيضا بدر؟ أحب النوم كثيرا لرؤية الأحلام. أتمنى لو كنت أحلم الآن. ذات مرة حلمت بأنني ملك تحت البحر وبأن كل السمك كان يرقص رقصة تشاتشا. لقد رأيت حلما كهذا ذات مرة، لكن السمك كان يؤدي رقصة البطريق. سأحاول. أجل، ومن ثم تحول السمك إلى حمام حقيقي. أجل، كنت أحلق عبر الغيوم مع كل الحمام الجميل. كم كان حلما جميلا. أنيس، هذه فرصة لأحظى بوقتي لرؤية الأحلام أنا أيضا. أهلا، اخترع إلمو حركة جديدة تسمى الشجرة تتمايل في النسيم. جربوها. مرحبا إلما. أهلا شبرة. ماذا تفعل؟ يحاول إلما أن يأخذ قيلولة صغيرة، لكن إلما لا يستطيع النوم. هل تعرف بأني أستطيع المساعدة؟ يمكنني أن أقول كلمات سحرية وسوف تخفو في الحال. حقا؟ لنجرب. حسنا، هيا. بم لم لم. لقد نجح ذلك. نعم أمي، سأحلق بحذر، سأراقب خطواتي. حسنا أمي، إلى اللقاء. يا إلهي، أنا آسفة إلمو، لم أكن أعلم بأن عصايا ستوقف. لا بأس، هل تستطيع شبرة أن تقول كلماتها السحرية من جديد ليعود إلمو للنوم؟ أجل بالطبع. مستعد؟ مستعد. حسنا، بم لم لم. مرحبا أمي. حسنا، إلى اللقاء أمي. أيقظتك عصايا سحرية مجددا. أجل، في
كل مرة يغفو فيها إلما ترن عصا شبرا وتنقذ إلما. هذه هي المشكلة. أجل. سأضع عصاي على وضع الهزاز. أجل، شاهد هذا، سأضغط على هذا الزر هنا ولن ترن حين يتصل أحدهم. مستعد؟ مستعد. حسنا. بم لم لم. يا إلهي. نعم أمي، لقد أديت واجباتي المنزلية. حسنا أمي، إلى اللقاء. لقد نجحت، عصاي لم تنقذ. مرحبا. ها أنتم تريدون رؤية حركة التاي تشي التي اخترعها إلما؟ جيد، تدعى لوحوا بأيديكم للوداع. أولا ترفعون يدكم في الهواء هكذا إلى الأمام، هكذا إلى الأعلى قليلا كالغيمة، ثم حركوها هكذا. إلى اللقاء، استمتعوا بالحركة. مرحبا يا أصدقائي، هل أعجبكم ما شاهدتم؟ يا سلام. والآن ماذا سنفعل؟ ها؟ حان وقت القصة، هيا بنا. مرحبا يا أطفال. مرحبا أمل. مرحبا نعمان. سأحكي لكم اليوم قصة من كتاب عالم القصص. يا سلام. قصة اليوم عنوانها نام الربوع الصغير. في كل ليلة تحمم الأم صغيرها يربوع بالماء الدافئ، ثم تجفف فروه بالمنشفة الناعمة وتضعه في فراشه كي ينام. لكن يربوع الصغير كان يبقى مستيقظاً ولا ينام. فكرت الأم، لماذا لا ينام صغير يربوع؟ سأحكي له حكاية النجمة وأخيها القمر حتى ينعس وينام. قصت الأم قصتها، لكن يربوعا ظل مستيقظا وطلب مزيدا من الحكايات. قالت الأم، سأغني للصغير يربوع أغنية المساء حتى يفرح وينام. غنت الأم، لكنه ظل مستيقظاً لا ينام وطلب مزيداً من الأغاني. نظرت إليه أمه باستغراب فقال، أمي، أخاف أن تعودي إلى فراشك وتتركيني وحدي حين أنام. لا تتركيني، فأنا أخاف من الليل وأخاف من الظلام. قالت الأم، سأصنع ليربوع وسادة من ريش الطيور ومن ريش الحمام كي ينام عليها ويرى أجمل الأحلام، وسأبقي المصباح مضاءً قليلاً فلا يخاف من الليل أو من الظلام ويعرف بأنني قريباً منه أنام. سمعت الطيور والحمام ما قالته الأم، فنثرت بعض ريشها الأبيض ونثرت ريشاً بكل الألوان. شكرت الأم الطيور وصنعت وسادة جميلة ليربوع الصغير. ومنذ ذلك الحين يسمع يربوع حكاية جميلة من أمه، وقبل أن تذهب لفراشها يقبلها ويضع رأسه على الوسادة لينام ويحلم بأن وسادة الأحلام بساط ريح يطير به فوق الغيمات. وسادة الأحلام حصان يجري في السباق. وسادة الأحلام كرة يرميها ويلتقطها ويحرز الأهداف، وأنها أرجوحة معلقة بين الأشجار، ويربوع يقطف أحلى الثمار. يربوع الصغير نام على وسادة الأحلام.
هيا نحلم مثل يربوع وننام. يبدو أن يربوع نائم ويحلم أحلاما سعيدة. انتهت القصة، هل أعجبتكم؟ رائعة. هذا رائع جدا. هيا يا أطفال، لقد حان الوقت لنقول وداعا، لكننا سنعود غدا لنقول افتح يا سمسم. حقا نشتاق إليه، ما شاء الله عليه، وغدا سنعود إليه ونقول افتح يا سمسم. حقا نشتاق إليه، ما شاء الله عليه، وغدا سنعود إليه ونقول افتح.